كنتش مصاحبة حد. وليه بتكدبي؟ هم دول مش صحابي؟ زمان أيام كان في بينا حاجات كومن. وليه ما بقاش بينكم حاجات كومن؟ عشان كلهم حبوا واتحبوا، موضوعهم اتغيرت، بقت هي الحاجات دي وبس. وانت ما حبيتيش ولا اتحبيتي؟ مكانش حد بيقرب مني ولا حتى بيحاول. ليه؟ عشان جسمي. كلهم كانوا بيعاملوني اني اخوهم او واحد صاحبهم. طب ايه اللي كان مزعلك؟ طالما في حد قال لك انه انا ما زعلتش، انا انبسطت وفرحت قوي. جه تاني يوم من المدرسه وقال لي انه بيحبني وقلت له وانا ازاي لحقت تحبيه؟ انا ما لحقتش. تاني يوم كنا سهرانين بنتكلم في الموبايل، بعدين قال لي افتحي الكاميرا عايزه اشوفك. مش هينفع بعده من النوم. ليه عادي، ايه المشكلة؟ افتحيها اشوفك. اقفليها على طول. فتحتها كام ثانية بس وقفلتها. ايه اللي حصل؟ بصي، أي حاجة حصلت احنا عرفنا نتائجها، فما تخافيش. احكي. هو عاشور؟ لا يا بابي، مش هو. خد سكرين شوت وبعتها لصحابنا. طلع كان متراهم معاهم انه يعمل كده في باكا زوزة. طلع كان مسميني كده. يا ابن الكلب،
طب ليه ما رحتيش اشتكيتي؟ مرتاح نفسي يا بابي؟ قررت اني اخد جنبه بقى لوحدي. طب ليه يا بنتي ما جيتيش قلت لي؟ عشان كنت مستنياك وتسالوني مالك؟ ما حدش فيكوا حس بيا، ما شفتونيش اصلا. انتوا شايفيني زيهم بكزازة، مش ممكن حد يحبني ولا حد يبص لي ولا يعبرني اصلا. انتوا زيهم على فكره. زهره سيبيها سيبيها دلوقتي.